مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس لتاني اسبوع من شهر اكتوبر 2022. هتكلم على الجانب المهني، الجانب العاطفي، عزاب ومتزوجين ومرتبطين، وكمان هتكلم على الجانب المالي والجانب الاسري، واخر حاجه الجانب التعليمي. يلا بينا نبدا، وهبدا بالجانب المهني. خلافات بسيطه داخل العمل لمواليد برج القوس، وكمان في مجهود زياده الاسبوع ده، غير ان في نصيحة مهمة قوي، وهي لا تتداخل في ما لا يعنيك، ما تتدخلش في الحاجة اللي مش تعنيك. الخلافات دي انا شايف ان انت لازم تتعامل، وانتي طبعا كلام ليك وليكي، لازم تتعامل معاها بحكمة شوية. بمعنى ايه؟ اوحش حاجة او اسوأ حاجة للي قدامك ان انت عايز تكون توصله انت غلط، تخبط كده. لا، الاسلوب والطريقة ان انت تحاول تفهمه ان انت بتلفت انتباهه، بتحاول تفهمه ان انت عايز توري له نقطة معينة هو مش واخد باله منها، هنا الطريقة. ولكن انت عشان تعرف حد ان انت غلط، الكلام ده انا قريته في كتاب فن التعامل مع الناس، وهو استحالة هيقبل ده، وهتبتدي تفجر جواه غضب، لاني انت كده بتيجي ناحية كبريائه. فعشان كده الشخص او البشرية عموما، طبعا الكلام ده مش على كل البشرية، في ناس بتحب تعترف بغلطها، انا مش بشكر في نفسي، ولكن بحب اعترف بغلطي، وده عشان يساعدني ان انمي نفسي واطور نفسي للافضل، ولكن مش كله بيعمل كده. طيب الصح ايه؟ الصح ان انا لازم افهم اللي قدامي باسلوب معين من غير ما افهمه ان هو غلط. يعني اسلوبي ما يكونش فيه طريقة اللي هو انت غلط، لا، اسلوبي يكون فيه طب ما هو ممكن يحصل كذا مثلا، ازاي ابلور الكلام بحيث ابعد عن حتة ان انا مطلعه ان هو غلط. دي حاجة. حاجة تانية هو بيقولك يعني لا تتداخل في ما لا يعنيك. لو الخلافات دي مش هتأثر ولا تأذيك في حاجة، خلاص خليك بعيد عنها، ده المفيد. طبعا بأكد الكلام ليك وليكي، يا رب يديكوا الحكمة. ولكن ان شاء الله يعني المفروض ان الخلافات دي بسيطة، وكمان المفروض ان الاسبوع في نهايته هيكون مستقر. ربنا يوفق الجميع ويديكوا الحكمة يا رب. خش بقى على الجانب العاطفي. عزاب، هبدأ بالعزاب. عزاب برج القوس، الحقيقة ان فرص الارتباط ضعيفة الاسبوع ده، ومكتوب كده يجب التحلي بالصبر، وده ليه يعني التحلي بالصبر ده، هو بيقولك علشان يكون بعد كده في اشخاص مناسبين لمواليد برج القوس. يعني هو بيقولك تحلى بالصبر عشان تتوفق مع الشخصية المناسبة ليك، سواء انتي او انت. الكلام ده برضو منطقي الى حد ما، بعيد عن التوقعات. دي توقعات طبعا محدش يقدر يضمنها، الغيب بتاع ربنا وبس، لكن احنا بنستفيد بالنصيحة، بنتفائل، اهي دردشة ممكن تطلع منها بحاجة، الفت انتباهك لحاجة كده او الفت انتباهك. ولكن فعلا الناس اللي بتصبر بتنول. انا شفت دايما الارتباط اللي بيجي بسرعة، والجواز اللي اي حاجة، اي قرار بيجي بسرعة غالبا ما بيبقاش يعني ليه نتائج كويسة. انت لو اشتريت موبايل مثلا بسرعة، يعني مش بكلمك في ارتباط بقى، لا، بكلمك في اي حاجة تانية. حد اشتريت موبايل بسرعة ممكن ما تاخدش بالك في عيب معين فيه، انت ما تاخدش بالك غير بعد ما تشتري. اشتريت عربية بسرعة ممكن ما تاخدش بالك في عيب معين فيها، وكذلك كلام ليكي. الجواز بقى ده بقى لو دخلت فيه بسرعة مش سهل الخروج منه، ومحدش اظن بيحب موضوع الطلاق ده، بيلجأوا ليه بس لما بكون الدنيا قفلت نهائي. فعلشان ليه انا ادخل في الدوشة دي كلها؟ ما نصبر كده واختار الحاجة برواقة وبمزاج، من غير ما ندفع بمشاعري، علشان يعني على الاقل حتى ابقى طلعت بنسبة كويسة من الاختيار. يعني ما فيش حد بياخد كل حاجة بنسبة 100%، بس نبقى طلعنا بنسبة 60% 70%، ويبقى حلوة قوي قوي يعني. تمام؟ يعني اتمنى ان انتوا بس دايما تتحلوا بالصبر، مش في الارتباط بس، في كل حاجة، لان فعلا الصبر حاجة هتخليك تعرف تختار حاجات كتير في حياتك بدقة. يعني ده بالنسبة للعزاب. خش بقى على المرتبطين والمتزوجين. المتزوجين والمرتبطين العلاقة مستقرة وكل حاجة، ولكن حذاري من حاجتين. الحسد، الاشخاص اللي حواليك واللي عينها كويسة. الحسد ده انا بصراحة ما كنتش في الاول يعني بأمن بيه او بقتنع بيه، ولكن اكتشفت لا، ان في ناس فعلا في الحسد للأسف يعني بيضر، وكمان بيحذرك المتزوجين المرتبطين من الغيرة. الغيرة الزيادة بتخنق، سواء للبنت او الولد، لان الغيرة الزيادة بتعتبر يعني داخلة في شك احيانا، والشك من الحاجات اللي بتغضب قوي وبتضايق واحيانا بتجرح. فبلاش الغيرة الزيادة، بلاش الغيرة الزيادة. عايز اقول ان ممكن تقلب حاجات كتير الغيرة الزيادة دي، وتسببت في مشاكل عند الناس كتير يعني، فخلي بالكم النقطة دي.
ويا رب يا رب يهدي سر كل بيت ويكمل للمرتبطين على خير. خش بقى على الجانب المالي، الأمور المادية هيكون في دعم من أهالي برج القوس ماديا لمواليد برج القوس عموما، وده هيعزز من شؤونهم المالية. الأهل دايما طبعا بالدعم وكل حاجة، وفي أهل بيبقاش عندهم إمكانيات تدعم، ولكن أكيد يعني لو عندهم الإمكانيات دول مش هيتأخروا. الأهل برضو أهل مهما كان، عارف إن في أهل عادي بيكون عندهم عارف، بس دول بيبقوا نسبة قليلة تهيألي يعني. طيب عايز أقول نصيحة كده بسرعة ليك وليكي، لو أنت أو أنت معاك قرش زيادة ما تدورش هتصرفه في ايه. واضحة؟ يعني لو انت معاكي قرش زيادة ما تدوريش بقى على حاجة تشتريها عشان تصرفيها فيها. وكذلك انت ليه خليه القرش ده هتحتاجه خصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي. اما بقى بالنسبة لاصحاب المشاريع والمستثمرين، فالمفروض المفروض يعني انه هيحققوا مكاسب بشكل افضل من الاسبوع اللي قبله، ده المفروض وانا اتمنى ده، ويا رب يرزق الجميع والتوفيق للجميع. خش بقى على الجانب الاسري، الجانب العائلي، تجمعات عائلية، هو مش مكتوب الحقيقة تجمعات عائلية بشكل كبير او بشكل محدود، ولكن مكتوب ان لا يوجد خلاف، بالعكس هتكون في اجواء مبهجة، ويا رب دايما كل عيلة تتجمع على فرح وسعادة دايما ومحبة. الطلاب بقى، ونخش على الجانب الدراسي، طلاب برج القوس اسبوع مستقر جدا، ولكن مطلوب او النصيحة الاجتهاد، اجتهدوا عشان تلاقوا. انا كتير اتكلمت في النقطة دي، ولكن مدام ليكوا اهداف اجتهدوا عشان تقدروا تحققوا الاهداف دي، ويا رب نجاح دايما للطلاب والتوفيق. ودي كانت توقعات برج القوس لتاني اسبوع من شهر اكتوبر 2022. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبك الفيديو او عجبك ما تنسوش دعموني بلايك، ولو مش مشترك او مشتركة يا ريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات نوع. انا كمان احيانا بعمل فيديوهات معلومات عامة عن العربيات والحيوانات، تقدروا تاخدوا فكرة عن من لينك الفيديوهات اللي هسيبه في الوصف ديسكريبشن تحت. اتمنى الفيديوهات تعجبكم، متشكر اوي ليكم، مع السلامة.